بناء على معلومات وارده الى وحدات المجموعه الاقليميه للدرك الوطني بورقله، مفادها وجود مستودع بوسط مدينه ورقله يستغل لتخزين مواد واسعه الاستهلاك. على اثرها تم تشكيل دوريه والتنقل الى عين المكان، وهذا بعد اختار السيد وكيل الجمهوريه المختص اقليميا. تم تفتيش المستودع وحجز كميه كبيره من المواد الغذائيه الواسعه الاستهلاك. على اثرها تم فتح تحقيق ضد المخالفين، وسيتم تقديمها امام الجهات القضائيه المختصه فور الانتهاء من التحقيق من اجل جنحه المضاربه غير المشروعه وممارسه نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري.